جيل الداعمين لبرامج المجلس والمبدعين من شباب وفتيات ومن أسهم في النهوض في المجلس خلال العام الماضي. وكان الحفل برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، وشكر سموه أمير منطقة حائل والداعمين للمجلس، وبين أن الطموح كبير ولا حدود لتطلعات شباب وشابات المنطقة. كما لاحظنا والله الحمد أن هذا المجلس خلال عام واحد حظى بكثير من الشراكات سواء كانت في المجال الخاص أو في المجال العام، فلا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر وأكرر شكري وشكر سمو سيدي أمير المنطقة على دعمكم وحرصكم لشباب وشابات المنطقة، ونأمل إن شاء الله تعالى في السنوات القادمة أن يكون هذا المجلس خير عون لشباب وشابات المنطقة وأن يصل إلى الطموح وأن يكون إن شاء الله الذراع الأيمن لشباب وشابات المنطقة. ثم كرم سموه الداعمين والمشاركين في الحفل وأعضاء المجلس، وعبر المكرمين في الحفل عن الدعم الذي تلقوه من المجلس خلال الفترة الماضية، وأن هذا التكريم يعتبر دافعا كبير للنهوض بدفع عجلة التنمية. اليوم تشرفت بتكريمي من قبل سمو نائب أمير منطقة حائل، وطبعا هذا التكريم راح يكون إن شاء الله حنا كشباب حائل نقدم إن شاء الله المزيد والمزيد بإذن الله. مثل هذه المناسبات هي دعم من القيادة الحكيمة للشباب التي تعمل على تمكينهم وصناعة مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة من خلال متابعة وتوجيه من مجلس شباب المنطقة ومن سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، والذي ينعكس على نجاح وتميز برامج وأعمال المجلس. للإخبارية سلطان شعيب، حائل.